شكرا جزيلا لقناة صلاح الدين لإتاحتها لنا هذه الفرصة كي نتحدث بحرية وبانسيابية حول موضوع المهرجان الكبير الذي تقيمه وزارة التربية، المهرجان الثامن برعاية معالي وزير التربية. هذا المهرجان الذي يجسد كل معاني الحب وكل معاني الأخوة، ومثل ما رأينا الآن كل محافظات العراق هي مشتركة في هذا المهرجان لأهميته، وكأن هذه المحافظات يعني التي جاءت هنا تمثل العراق جميعا، لكنه عراق مصغر يتجسد في موضوع الفنانين الذين يريدون أن إيصال رسائل إلى العالم جميعا، وكذلك إلى الشريحة العراقية المثقفة، وكذلك مجتمع العراق، أن الفن في خدمة التربية والتربية في خدمة الفن. أحمد عبد عسل، مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي. اليوم بدأت انطلاق فعاليات مهرجان المسرح التربوي لفرق التربية بدورته الثامنة، حقيقة من أركان كل تلك الظروف التي يمر بها البلد والتي تمر بها وزارة التربية والتي يمر بها النشاط المدرسي، ينبعث مهرجان وزارة التربية لفرق التربية وفي دورته الثامنة ليعبر فنانونا ومسرحينا التربويين عن إبداعاتهم على خشبة المسرح. اليوم كان عرض لبابل جميل جدا، مشاركة أكثر مديرياتنا، حوالي 17 عرض مسرحي مع عرض مشترك لمحافظة الأنبار ومحافظة الموصل، وسعداء جدا بهذا الاحتفال وهذا الكرنفال. رحيم الموسى، ومسؤول السينما والمسرح في وزارة التربية. جرت على محافظة البصرة اليوم المهرجان السنوي الثامن للمديرية العامة للنشاط الرياضي المدرسي برعاية معالي وزير التربية، الذي اليوم برغم الجهود اللي نقدر نعبر عليها جهود ذاتية، استطعنا أن ننعقد هذا المهرجان الوزاري من أهم المهرجانات التي تسعى إلى تطوير الحركة الثقافية والفكرية، وتخلق من مشرفينا ومدرسينا والكادر التربوي والتعليمي إبداعات جديدة تضيف للحركة الفنية والثقافية على مستوى عموم العراق، إبداعات جديدة وكذلك طرق جديدة لمعالجة بعض السلبيات، وكذلك طرح أفكار تعالج بعض المعوقات التي تساعد في حل لك جميع الأمور الاجتماعية وكذلك السياسية ومنها الاقتصادية. اليوم محافظة البصرة جاهدة تسعى إلى أن تنجح في انعقاد هذا المهرجان المهم. معالى صالح الزرقاني، معاون مدير قسم النشاط الرياضي والمدرسة. اليوم انتهى على العرض المسرحي لمديرية التربية صلاح الدين، وكان في اليوم الأول من مهرجان المسرح الثامن لفرقة التربية في البصرة يوم 4/4. كان العرض رائعا جدا، كانت هناك قفشات وإسقاطات للمخرج جواد الساعدي كبيرة وجميلة جدا، نالت استحسان الجمهور. طبعا الرأي الأخير هو إلى لجنة الحكم، لكن من الناحية الفنية العرض كان جميل جدا وصفق الجمهور له كثيرا. نبارك لفرقة المسرح في النشاط المدرسي هذا الإنجاز الذي مثل المديرية العامة للتربية في معترك فني كبير كمهرجان المسرح لفرقة التربية في البصرة. حقيقة نأمل من هذه المشاركة هو أن نحصل على مرتبة وأن ننافس، أن تنافس هذه المسرحية مسرحيات المحافظات الأخرى، وكلنا أمل أيضا أن نحصل على مركز متقدم، نعود إلى المحافظة ونحمل في أيدينا شيء جميل يعكس حقيقة وإمكانية النشاط المدرسي في مديرية التربية صلاح الدين. أشكر كل الكادر في مسرح النشاط المدرسي، أشكر جواد الساعدي وعابد حبيب عبد، المجاميع في معهد فنون جميلة، الماكير عمار الغزالي، الموسيقي أحمد الغزالي على هذه الجهود حقيقة، وأشكر المصور أيضا الذي رافقنا سؤدد، وشكري إلى البصرة الفيحاء التي ضيفت المهرجان
بشكل جميل وإدارة جميلة. شكر أيضا للمدير عام تربية البصرة، والشكر موصول أيضا إلى السيد مدير عام تربية التربية الرياضية والنشاط المدرسي الأستاذ أحمد عبد العسل الذي أصر على مشاهدة العرض الساعة 5 مساء من هذا اليوم. ونتمنى ونبقى على موعد لحين ختام المهرجان لإعلان النتائج، وكلنا أمل أن نكون أحد الفائزين إن شاء الله. علاء حسين ياس مدير النشاط المدرسي في مديرية التربية صلاح الدين. مهرجان التربيات الثامن، العرض المسرحي لتربية صلاح الدين وباء الزقشر تأليف نصيف فلك وتقديم المسرحية من قبل النشاط المدرسي شعبة المسرح لتربية صلاح الدين. توًا انتهى العمل، فكان العمل مرضي للجميع، مرضي للمشاهدين، مرضي للجنة النقاد اللي أعتقد أو لجنة التحكيم اللي حضروا العرض المسرحي. وباء الزقشر قدمت في مهرجان البصرة الخامس من قبل تربية الرصافة الأولى، ووصلتنا مسجات بأن المجرب لا يجرب. احنا جازفنا واشتغلنا المسرحية مرة لخ بهذا المهرجان، وقالوا شو راح تقدموا، قدمناها بصورة جميلة. ثيمة المسرحية وفلسفة المسرحية هي عملية الانتظار. احنا لحد هاللحظة هاي، لحد هاللحظة هاي من القرن الثمانينات، عفوا من القرن الثمانينات ولحد الآن احنا ننتظر المخلص، ننتظر الموقف. انتهت المسرحية بعملية الانتظار، ولحد الآن ننتظر وما نعرف شنو اللي راح يجينا. وشكرا جزيلا جواد الساعدي مخرج المسرحية ومسؤول شعبة المسرح في تربية صلاح الدين. شاركت المديرية العامة لتربية صلاح الدين النشاط المدرسي بمسرحية وباء الزقشر تأليف صيف فلك وإخراج الأستاذ جواد الساعدي. المسرحية تحاكي الواقع المرير الذي يعيشه العراقيين. قمنا بتجسيد هذه الأدوار على شكل لوحات من كادر النشاط المدرسي وطلبة معهد الفنون الجميلة في قضاء بلد. عبد حبيب الخفاجي أحد عناصر وممثلي هذه المسرحية. اليوم كان عرضنا المسرحي بمسرحية وباء الزقشر. هذا العمل اللي شاركنا باسم مديرية تربية صلاح الدين قسم النشاط المدرسي في مهرجان المسرحي لفرق تربيات العراق الثامن المقام في البصرة الفيحاء. كان عرض الحمد لله كان عرض مميز بشهادة الحضور وشهادة الجميع، وإن شاء الله نطمح لمراكز متقدمة إن شاء الله في هذا المهرجان. أحمد الغزالي منفذ الموسيقى.